صاروخ، يا صاروخ يا مدفعية، ما بالضبط يعني ضرب البناية الجنبي. أنا أهم شيء طلعت على البيت، حضنت مرتي، وين الأولاد؟ يعني فعم بحط ايدي على قلبهم، عم بيدق بسرعة، عم بيبكوا، فعم بطمنه انه خلص خلص ما عاد يصير شيء. يعني هاي اللحظة اللي نحن تعرضنا لها، يعني هاي وقت اللي هذا. وانا بالنسبة لي يعني انا كمان بحب بلد كتير، وبحب يعني اهلي كلهم ناسي، وهي ما بقدر اتركهم كمان بنفس الوقت. بس لما قال لي انه خلينا نطلع من هالبلد كنت يعني انه اسكت، بس لما اجت القذيفة وصار هالشي واتخيل حالي اطلع في ولادي انه خايفين كتير، بنتي ما تنام الليل تحط ايدها على اذنها من صوت ضرب رصاص، فسكتت قلت خلاص خلينا نطلع مشان ولادي يعني. انا فكرتي انه انا وقت طلعت من حلب لتركيا طلعت خوفا من الحرب. انا وقت كنت في تركيا صرت بدي اعرف انه شلون بدي اصل انا على السويد او على النرويج او على فنلندا، المهم الدول اللي بتعطيك لجوء. سالت مره انه شلون، قالوا لي بتركيا الشخص الواحد بياخذوا 10,000 يورو الشخص الواحد. يعني تصور انا اذا اطلع من عائلتي 40,000 يورو، انا ما معي هالشيء. بيوت تركيا قريبه من اليونان، معناتها الهدف الثاني لازم يكون اليونان. والله يعني هو كثير في صعوبات. كان اول يقولوا بلان بلان ما بلان بسع 20 30 واحد، هن بيحطوا 80 واحد. انا دفعت مبلغ كبير، هو تقريبا عن 7,000 يورو برحلتي انا ومرتي وولادي في لبنان. كان بامكاننا مثلا اللاجئين الموجودين بتركيا او حدا قدم لتركيا او للاردن او للعراق او الموجودين بتجمعات السوريين اللي هربوا من الحرب فيهم تاخذ منهم شويات بالاسم او بالعدد. المهم خلتنا انه نفكر انه لازم نوصل للسويد. شلون صارنا نفكر؟ ما في غير طريقه التفكير النظامي صعب، ما في غير طريقه التهريب، وطريقه التهريب موت. يعني ما اقول لك موت ومصرات، مبالغ، تجار بشر اصعب من تجار المخدرات، اصعب من تجار السلاح. يعني تجار بشر، التاجر ما بهمه، عبى عالم كثير بالبلان ماتوا قلبوا، ما بهمه، ما عندهم، مهمه دخل لجيبه مصرات، هذا بهمه، ما بهمه الانسان. ولد مات، غرق، اختنق، تقوس، ما بهمه، بهمه مصرات. هي معاناتي اكثر من سوريا المهربين، انه شلون بدي اطلع انا ومرتي واولادي. اتجهنا لألو، قلنا انا بطالعكم للسويد. قلنا له شد المبلغ، قال 13,000 يورو، 12,500 كرمال الاولاد، حتى وقعنا بايدين مهربين ما بيخافوا الله. اخذني على بيت ومعه شناتي، قال لي بس نجيب كم شغله من البيت ونروح نكمل على المطار. وقت انا دخلت يعني دخلت الساعة ما مشيت خطوتين ثلاثة ولا ما لقيت لك واحد حط مسدس وحطه في راسي وقال لي سكوت. اثنين شلفوني على سفنجة، وواحد حط السكينة برقبتي وبركوا فوقي وبدوا يربطوني. قال لي أنا بدي مصرات، أنا بدي مصرات، ما بدي الأولاد بس بدي مصرات، أهم شيء عندي المصرات، بتجيب لي مصرات بعيف وبمشي بترك اولادي، بس انا اشوف اولادي، وين اولادي، وين كذا، اسكوت. حتى في واحد من بناتهم ضخم ضربني باجره على تمي، ومن اسره كان انا عندي سن هون مركب وانكسر يعني. وبعدين مرتي فتشوها ما لقوا شيء، ما لقوا معنا مصرات، حتى بالجناتي عندنا جنتيتين صغار ما لقوا معنا مصرات طاوله. شايف اولادك بنعطيك اياهم قطعه قطعه بالتقسيط، بدنا المصرات. هي انا صحيح انا عشت في بلدي بحرب، يعني بدايات حرب، بس انا هون عشت في ظلم اكثر من ظلم بلدي كثير كثير. انا هي بتعز علي القصه. طلع المسدس قدام وانا اول مره بحياتي بشوفه يعني، فقال لي بتعرفي انه الشهاد؟ قلت له ساكته، انا مرعوبه يعني. فقال لي عم بحكي معك، بتعرفي الشهاد؟ قلت له مسدس. قال لي شايفه بحياتك شيء افلام؟ قلت له ايه يعني. قام قال لي بتعرفي ايش النهاية يعني. ضغطوا علينا للساعة 7 الصبح،
هون مرتي سلمتهم المصراط على اساس يعيفونا من شعره، هون تفاجئوا. انا مخبيتهم يعني خلص، بس انا قلت خلص بدي اعطيهم، يعني ممكن يعملوا اي شيء ثاني وانا ما فيني اتحمل اكثر من هيك عندهم. وبنفس الوقت انا عم بقول انا بدي اعطيهم اياهم، شو بضمني انه مثلا ما بدهم يتركوني بعدين يعني. بس انا طبعا تواصلي مع الله هو اللي نجاني الحمد لله. وكمان زحفت حاله لوين؟ عند الجار اليوناني الجمله، وهذا الجار ده تليفون فورا للزتة، اجوا بجي 3-4 موتورات اجوا لقوني انا مغمى علي، فورا دقوا للاسعاف، هن كمان اخذوني على المشفى. حفيان انا جاي يعني ما في صندل بيجي، هذا وصلنا على مخفر الشرطه حفيان. بدينا بمعاناه ثانيه هي معاناه الدوله اليونانيه والقوانين اللي ما بعرف عنها. يبصمونا انه انت شلون دخلت البلد، زيت راحوا بالشنتاي، دفتر عائله، شهاده السواقه، شهاده هويتي وهويه مرتي، كل شيء ثبوتيات عنا انه سوري راحت بالشنتاي. اخذونا الاسفاليا، اخذونا بالسياره، اخذونا على قضبون. وانا يعني اول مره بشوف بحياتي شيء اسمه سجن، سجن. وانا ماني عامله شيء يعني، ماني عامله شيء يعني. انت عن جد واحد عن صرنا نضحك يعني، صرت اضحك انه انا هون اوروبا عندهم قانون غير قانون، الحرامي بيحط بالحرامي. انا صراحه كنت بسوريا كنت اخاف من الطياره والحرب والمدافع والكذا، بس هون تولد عندي خوف كثير جديد. باليونان طبعا عندي صار خوف جديد، اول واحد خوف من الشرطه، لاني انا هلا ورقتي منتهيه ومهدد باي لحظه اكون اصير بالقضبون او اصير بمخفر شرطه ما بعرف ايش بصير فيني. والثانيه من حزب، في حزب هون بيقولوا ما بحبوا الاجانب، وخريستي بي فجر الذهبي ما بعرف، المهم انه ما بده اجانب، واي اجنبي هو بيحسن ايمت ما يقتله يضربه كذا. واحنا رايدين نطلع بس بشتى شلون ما بعرف يعني، بس لنطلع اجباري عن طريق تجار البشر، وهن اللي بده يعملوا لنا هويات او يعني. فعلا احنا انا عندي خوف يعني بالنسبه لي انه يطول الوضع اكثر من هيك هون، يعني كيف احنا هون ولا شيء نعتبر، كيف بدي امن مستقبل اولادي مثلا، كيف بدي اعتبر انه انا موجوده مثلا. فان شاء الله ما يطول الوضع هيك. ان شاء الله يا رب ترجع الامور بسوريا احسن لارجع لسوريا.